بعد الماست وال صار وشي كله برعيل. اول شي بدي احط فيتامين اي. بيسعد لي اوقاتكم صبايا، طمنوني عنكم، يا رب تكونوا بافضل حال. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم بلشت لكم الفيديو بروتين صباحي. يعني هون ما كنت هلا فايقه، لا كنت شربانه قهوتي واموري على العال يعني، بس حبيت اشارككم لانه بدي اعمل هيك ماسك للوش كتير ظريف. فاول شيء عملته ليفت وشي بالغسول خاص لبشرتي، يعني للبشره الدهنيه هو، وليفته بهي هيك ليفه السيليكون، بس خلص منها هيك بحطها على الحيط شوي لحتى تنشف تمام، بعدين بنطبها مره واحده باليوم بنشف فيها، يعني بساوي فيها وبنشف وشي. وبعدها هلا حشارككم الماسك اللي عملته للبشره، كتير كتير ظريف، بشد بينظف بشيل الاوساخ الشغلات المتراكمه على البشره، وكمان بيفتح البشره. هلا جبتكم معي على المطبخ لحتى نعمل ماسك. اللي زمان كتير ما هيك ما شاركتكم ماسكات للوش للعناية بالبشرة، يعني من اللي بعملها بالبيت. فاليوم الماسك كتير هيك مميز، وإذا جربته وحبيته يعني رح تعتمدوه كتير إذا ناسب بشرتكم. طبعا أنا بفضل أي ماسك ممكن تعملوه، يعني جربوه على منطقة صغيرة هيك قفل هون هيك بهي القرنة، رح تلاقوا إنه ما عملكم حساسية، ما حسيتوا إنه حرقكم أو شيء، طبقوا على كامل الوش. هلا أنا أول شيء بدي أحط فيتامين إي، كتير منيح هذا للبشرة. حط واحدة من هاي بقلب الزبدية. بدي كمان معلقة جيلاتين، أي نوع جيلاتين من السادة، يعني اللي مو منكه بيجي بس هيك سادة، بس بيعطي قوام سميك وظريف كتير للبشرة، بيشد البشرة يعني. رح أحط لهم شوية مي سخنة على قدهم هيك شوي، يعني ما تكتروا مي سخنة بس مشان يدوب الجيلاتين شوي. كمان حركهم كتير كتير منيح لحتى احسهم خلص انه ذابوا وما عاد في حبيبات بقلبهم. هلا هيك صار قوامهم، طلعوا كيف. هلا بهي المرحله بتقدروا انتم تضيفوا مثلا حسب نوع بشرتكم، اذا بشرتكم جافه بتحطوا مثلا زيت اللوز، بتحطوا زيت الارغان، بتحطوا اي زيت انتم بيناسب بشرتكم. هلا انا بما انه بشرتي دهنيه فما بفضل كتير الزيوت، في زيت اللهم صل على النبي، في زيت الصبار وزيت الافوكادو بس ما عندي اياهم، بس انا ححط من القهوه هيك شويه بن يعني فوق منه، اخلطهم منيح، احط فوقهم هيك شويه قهوه واخلطهم واحطهم على بشرتي. هذا الماسك بشد وبيفتح وبيعطي نضاره للبشره، كثير ظريف، ظريف لتفتيح البشره بعد الصيف والحرق والمسبح والبحر. شايفين كيف قوامه صار؟ حط اول شيء هيك على زوايا الانف لانه هي اخر شيء بتنشف. سمعاني صوت المكنسه؟ قلنا من الصبح قاعدين ما احلانا ورايقين، هلا وقت قررت صور جارتنا صار بدها تكنس. هلا بعد ما بحطه كله على وشي كله بدي اتركه تقريبا شي تلت ساعة لحتى ينشف تماما، بعدين بغسله. وهيك بعد ما صار وشي كله برعيل رايحة هلا ساوي اشتغل شوي، يعني شوية شغلات بين ما ينشف. مشان ما يضيع الوقت يعني، فأنا بحب هيك أوقات مثلا أو وقت بحط ماسك على شعري أو لجسمي أو لأي شيء، يعني بشتغل هيك منه بنسى يعني تكون حاطة شيء على وشي أو جسمي أو شعري، فهيك بضل متنقرزة أو خلص يعني متوسوسة، فخلص بشتغل هيك وبنسى هنن هالعشرين دقيقة. فقلت لحالي لحط هيك وجبة غسيل، نقيت الوجبة كفاتحة
وحطيتها. انا شقف التنظيف مع المطبخ بالذات ما بحطهم مع الغسيل، يعني اول ما بحطهم وجبه لحالهم بغساله هيك بنقعهم بشويه كلور دوا غسيل ومي سخنه هيك بتبرد المي، يعني شغله ساعه من وقت فقت حطيتهم. فكنت بدي احكي لكم انه الاهتمام بالبشرة او بجمالنا يعني بجسمنا ما بيتطلب منا وقت، يعني ممكن نحن وعم نشتغل البيت، نحن وعم نشتغل اي شغلة او حتى نحن ونايمين نطبق هالماسكات، نحط هالشغلات اللي بتفيدنا وبتفيد جمالنا. ونصيحة مني، نصيحة من اخت لاخواتها، يعني ديروا بالكم هيك على صحتكم، على اكلكم، على بشرتكم، الشغلات اللي بتنفعكم عملوها، اللي ما بتنفعكم بعدوا عنها، يعني قدر المستطاع او قدر الامكان. عرفتوا علي كيف؟ وممكن شغلات الواحد يكون من داخل البيت يستفيد منها ويعمل منها الماسكات والمقشرات وهالشغلات. انا كل فترة وفترة بحب هيك شارككم، هلا انا على طول بعملهم، بس يعني انه بحب هيك لما نكون في شغلة مميزة او شغلة استفدت منها اني شارككم فيها. هلكوا بهالوقت العشرين دقيقة مسحت هاي الكولر تبع المي، مس عملت الشقف تبع المجلى اللي بنقعون، حطيت وجبة غسيل، يعني شغلات بسيطة بس انه ما روحت وقتي هيك. وهيك حبيت اعقب على تعليقاتكم بالفيديو الماضي، خليلي قلبكم والله انتو كلكم ما في منكم عيلتي التانية، خليلي اياكم يا رب. بس بدي اوضح شغلة انه انا ما كنت يعني مالي متضايقة انا كشخصية من هذا التعليق اللي هو التنمر اللي اجى علي، لا ابدا، انا اتضايقت من انه هو ممكن يجي لحدا ما يكون واثق بحاله، ما يكون رضيان يعني بخلقة ربه، يكون عنده هو اصلا مثلا مو رضيان بشكل انفه، مو رضيان بشكل تمه، يعني هيك هذا الحساب بحسبه انا. اما بالنسبة لي ابدا ولا بيأثر 1%، يعني اخر همي. بس حبيتك وضح لكم، خليلي اياكم يا رب، والله تعليقاتكم بتشفي لك العليل. هلا هيك نشف الماسك على وشي، صار ناشف، يعني بتحسنوا تشيلوه هيك او بتحسنوا تغسلوه، بس اذا شلتوه هيك بتشيلوا كل شي بقايا من الوش، اذا في شعر يعني زغب او شي، الشعر الناعم قصدي انا، هذا الوبر شايفين، بس كنت تركوه ينشف على الاخير. شايفين كيف البشرة بتكون بشد بشكل رهيب؟ وهيك بشرتي صارت بعد الماسك، بتلاقوه مثل الإزاز صارت وشادة، يعني بتشد حتى وتحطوا الماسك بتحسوا فيها إن هي شادة كتير البشرة. ما بغسلها أنا بعدها، بس هيك يعني حامسحها بهلا بماء الورد وحط لها مرطب، أو أنتوا إذا بتحبوا مثلا المرطب اللي بتحطوه أو الهيرونيك أسيد كمان ظريف. وهي هذا هيلورونيك اسيد كمان هيك ححط شوي. هلا هيك طلعت بشرتي بعد الماسك والهيلورونيك اسيد وماء الورد، لان عندي هون شويه شو بسمون نمشات يعني، بس خفاف هيك كتير خفيف، هون استخدم له الريتينول والشغلات يعني، بس النشاط ما يزيدوا، اما غير هيك يعني الحمد لله. بس لازم الواحد يضل عم يعتني بحاله، عم يعتني بالبشره يعني بالذات، وخاصه فوق عمر 25 30 لازم على طول نعمل هيك اهتمام. هلا هذا الحلو هيك سهل وبسيط بس كتير ظريف، يعني للولاد للكبار جنب القهوة كتير ظريف. تقدروا تحطوا بدال هذا الزيت تحطوا مثلا زبدة حيوانية معلقة صغيرة او سمنة انتو اللي بتحبون، هذا زيت جوز الهند حطيت هيك معلقة ونص، بحط عليهم هون شوية عسل بدال السكر، ممكن تحطوا معلقتين سكر او سكر ستيفيا، وبدي كمان بياض بيضتين ممكن للكاملة البيضة يعني هيك،
تانية. بحط شوي من ماء من الفانيليا. هذا زيت جوز الهند نفسه بيستخدموه للشعر ونفسه بيستخدموه للطبخ، يعني مكتوب عليه انه صالح للاستخدام الغذائي، فهو نفسه اللي ناخذه من جريتيس ممكن تستخدموه تخلوه للطبخ او تخلوه لحتى للجسم. انا هاي شاريت العلبة خصوصي للطبخ. وقبل ما تكملوا مشاهدة الفيديو اعملوا لي لايك إذا لسه مو عاملين، شو عم تستنوا؟ وكمان فعلوا الجرس على الكل لحتى يوصلكم كل جديد، لأنه مهم كتير الجرس لحتى يوصلكم كل الإشعارات. هلا هذا الحلو صحي طيب كتير، ويعني بديل صحي للأكلات التانية الحلويات لما بيجي عبالكم أكلة حلو يعني، ومفيد كتير للأطفال طبعا، لأنه جوز هند هو عبارة عن بياض البيض وشوية هيك دهن صحي. ممكن تحطوا زبدة، ممكن تحطوا سمنة حيواني يلي بتكون. يا أنا عندي زيت جوز الهند حطيت هيك معلقة، إذا زبدة حطوا معلقة صغيرة، يعني ما تكتروا كتير من الزبدة أو السمنة لأنه بتمد أكثر من الزيت. هلا هون مثل ما لكم شايفين الجوز الهند طحنته، أنا عندي يا الخشن اللي دسمه كامل طحنته وحطيتهم معهم لصاروا عجينة، بعدين هيك عملتهم شكل بسكوت هيك تكون شوي رقيقة لحتى هيك تعطي شكل بسكويت، وعملت لها بالشوكة هيك شكل لحتى يطلع بشكل حلو. بعدين حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 180 بس من تحت، وإذا حسيتهم بدون تحمير كمان من فوق حطون شوي هيك دقيقتين من فوق بعد ما يخلصوا من تحت، وعيري لهم بالفرن تقريبا من 10 ل 12 دقيقة مو أكثر من هيك. هلا هو كان على بنا ينزل بدال هذا الفيديو فيديو جولتي ببازار بكركوي من اكبر بازارات اسطنبول للماركات والالبسة، يعني حصرا بالاسعار المخفضة، فعملت جولة يعني منيحة بقلب البازار. فقلت هو يعني روتين بسيط مع جولة بالبازار، اذا بتحبوا انه يكون مع روتين كامل يوم كامل هو جولة البازار فحيكون مسرع ويعني بشكل هيك مختصر، اما اذا بتحبوا تتفرجوا عليه للفيديو البازار بشكل مفصل وهيك اطول يعني يكون مدته، فكتبوا لي بالتعليقات. أنا وملتهية بالنشر يعني نشر الغسيل، فتركتهم دقيقة زيادة بس وما شغلت الحق يعني الشواية من فوق بس من تحت، فاحمروا هيك يعني تكتين زيادة احمروا. فيكم أنتوا بس تراقبون لأنه هو دغري بياخد لون، وأنا مرققتهم فكمان أسرع بياخدوا لون. عملت هيك وجبة غطستها بالشوكولا مشان الأولاد، مشان إذا حبوا هيك حلو واضح، لأنه الحلو بقلبه شفتوا ما كترت الحلو، تقريبا معلقة معلقة ونص عسل مو أكثر من هيك حطيت، وزينت اللون اللي فيها شوكولا بالفستق الحلبي وحطيت لهم اياها بالبراد يعني مشان المسويات ياكلون. بتطلع البسكوت هيك مقرمشه من برا ومن جوا شوي طريه، بس كتير كتير طيبه، بنصحكم تجربوها لانه الكل رح يحبها كبير وصغير. صار بدها استراحة محارب، عملت نسكافيه باردة سادة. وقت بقول نسكافيه أخذ على لساني نسكافيه، بس هي مو الماركة النسكافيه، هو بس القهوة سريعة الذوبان من إلا نحن نسكافيه. النسكافيه خلطنا مع شوية مي سخنة وحطيت تلج ومي باردة جنب قطعتين هذا البسكويت اللي عملته، ورحت آكلهم مشان أشوف سيلا كمان شو درست. هلا أنا ما بشارككم كل يومي، هلا هذا عبارة عن مقتطفات من اليوم وشغلات كتيرة غيرهم عملتهم يعني من خلف الكاميرا، فلهيك عم قلكم استراحة محارب. بأنو صفحة صرتي سيلا؟ 21. 21 بالتركي؟
بكتاب التركي. يلا اقرأي السؤال لشوف. صح. شالي نازل بياخذ كمان الصا تبعه، فشو بيصير؟ انتو على اليمين وهنين على يمينهم هنين ونازلين، عشان ما يفوت الصرا ببعضه. kararları sadece öğretmenimiz almadır. Şöyle almalıdır. كنا محتارين شو بدنا ناكل شو بدنا نطبخ، يعني انه شي بيحير بالصيف الواحد شو بده يطبخ، بالرغم انه في خضرة كتير بس بيحتار الواحد من الشوب انه شو بده يطبخ ياكل. فقال لي ابني شعبان تعملينا مو معكرونة عادية، لازانيا. فقلت له خلص ابشر، لانه عندي الرقاقات تبع اللازانيا. فنزلت بس على البيم، اخذت شوية غراض كانوا ناقصين للطبخة، يعني اخذت جبنة، اخذت حليب، يعني ما بحب اقطع حالي حتى لو كان عندي موجود منهم، يعني بس الطبخه بتاخذ كميه كبيره، فليك برجع بجيب عشان اخلي اللي موجودين بس انهم هيك سندويشات الاكلات العاديه. ولقيت كمان منزلين بالبيم هي اللي بتنحط بالفرن او بالقلايه الهوائيه، اكثر شيء بيستخدموه، يعني اللي هي بتجي هيك سيليكون للجاج، اكثر شغلات اللي فيها هيك زفر يعني، فظريفه بقلبها تنحط. جبت منها، جبت معطر، يعني كذا غرض كانوا ناقصيني اخذتهم. اللي عندك اللي بتحكيها تلعبي فيها تشبهها. لا انا واضح للمناسبة. جبت الاغراض وضبيتهم دغري يعني عشان بلش بالاكله، وجبت لانه صدور الدجاج عشان اعملهم هيك ستيك، او كنت بدي اعملهم بالقلايه الهوائيه، قلت حسب يا بعملهم هيك يا بعملهم هيك. بعدين قلت يلا جرب هاي السيليكون وحطهم بالقلايه الهوائيه، فما شرحتهم عملتهم ستيكات، تركت الصدر مثل ما هو وحطيته بالقلايه، يعني اسهل واوفر وقت واوفر توسيخ. ضبيتهم الاغراض كلهم وبلشت بالطبخه. أكلة اللازانيا على قد ما أكلة هيك لذيذة وسهلة، يعني مكوناتها سهلة ما بدها شي، على قد ما بتطلع بس جلي، لأنه الطنجرة أو المقلاية بتقلوا فيها البصلة واللحمة، الطنجرة بتعملوا فيها البشاميل، ورد الجاط اللي تكون طبقوا فيه الأكلة يعني هيك، وبتكون تبرشوا الجبنة، هالشغلات مثل ما شفتوا هيك قليت البصلة حطيت لها لحمة، حطيت لهم شوية ملح وفلفل بس مشان هيك يدوبوا البصلات. بعدين حطيت لها هيك قنية بندورة مبشورة، أو انتو خمسة حبات بندورة بشرون وحطون، حطيت فلفل أسود، هيك شوية بهارات مشكلة، زنجبيل وهيل، وطبعا زبطت لها ملحة وحطيتها هيك تركتها على النار لحتى هيك تتعقد مع بعضها وتاخد النكهات من بعض. بعدين بدي أعمل البشاميل. هلا أنا عملت البشاميل بهي الطريقة عشان ما تاخد زبدة كتير، حطيت نص معلقة زبدة ومعلقتين طحين ولتر الحليب كله، وحطيتهم على النار لحتى غلوا، ما سمكتهم كتير، تركتهم شوية كمراء لأنه رقايق اللازانيا ما بسلقها، بتركها مثل ما هي، فمشان هيك تستوي من صوص اللحمة نفسه ومن شو اسمه من البشاميل. فهيك بحط طبقات، شوي بشاميل، شوي الرقاقات، شوي من صوص اللحمة، شوي جبنة بيناتهم، هيك لحتى تخلص الطبقات كلها عندي ويتعبى الجاط، يعني يمتلى. أنا تقريبا عملته 3 طوابق،
حسب بقى كمية الحشوة انتو اللي حاطينها، وقديش حاطين بندورة، قديش حاطين لحمة، قديش حاطين جبنة، بتطلع معكم. ممكن تعملوها 4 طوابق اذا قللتوا شوي من الحشوات اللي بقلبها، حسب انتو كيف بتحبوا.